أما موقف محمد مصطفى من العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، فقد كان في الماضي لما حاول السرورية الإخوان المسلمون أن يحتجوا بكلام للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في التكفير. فمن خلال محاضرة لمحمد مصطفى يسمى حوار علمي مع خوارج العصر، في المحاضرة ديك الشيخ الفوزان رد على الشبهات، الشيخ مصطفى رد على الشبهات التي ذكرها السرورية عن أو من كتاب الفوزان، والكلام الذي اعتمدوا عليه في كتاب معين جاب كتاب ثاني، ودافع عن الشيخ الفوزان دفاعا جيدا في الوقت ذاك، ونقل كلاما مفصلا للشيخ صالح الفوزان في مسألة التكفير. في بيقول لك الفوزان كفروا الدين كتابه يا اخي، انت ما فهمت كلامه. الفوزان ما كفروا على الاطلاق، عنده قولين، واحده يعني بها، واحده تعني الكفر مع الجحود، يحمل الكلام على الكفر مع الجحود. اما من اعتقد فقد فصل في مساله الدين كتابه. طبعا دي شبهات الجماعه كلها، انا ارد لك عليها. طبعا بيجيب لك كلام شنو؟ بيجيب لك الكلام بتاع الفوزان ده، يقول لك كفرهم كفر يخرجهم شنو؟ عيال بالله. ده اذا جحده. اما كلام الفوزان المالفو تفصيل يا هدى، ده كتاب اعانه شنو؟ اعانه المستفيد بشرح كتاب شنو؟ التوحيد. الكتاب ده نمره كم؟ 39. انت كتابك وينه؟ ده كلام الفوزان ما اطلقه هناك، فصله شنو؟ فصله هنا. ما عنده فتوتين يا اخي، الله يديك، ما في تعارف. بس انت ما فاهم حاجه، وانت قريت كتاب واحد، انت قريت الكتاب الصغير ده وغشاك به وذولك. لكن انت لازم تاخذ اقوال العلماء ببعضها، يعني لازم تاخذ اقوال العلماء شنو؟ ببعضها، ما تاخذ لك جزء وتخلي جزء، لازم تاخذ كلام العالم شنو؟ باكمله. طيب، لكن لما وصلت الفتوى من الشيخ الفوزان وتكلم في محمد مصطفى وقال هذا الرجل إما جاهل بالعقيدة أو فيه نوع تشيع، لما مصطفى أفتى في إنه الصحابة تقاتلوا في السلطة، إنه الصحابة كان بقاتلوا من الأجمار، وقد يكون فيها حظ من الدنيا، وقد يكون فيها حظ من الدنيا. شيخ الفوزان تكلم فيه حفظه الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بلدنا داعية يقول أن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا في السلطة والخلافة والإمامة لأن الخلافة عندهم أمر تعبدي. هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة، وإما أنه عنده نوع من التشيع، عنده نوع من التشيع، يتناول الصحابة أو بعضهم. على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة. لما الفتوى دي وصلت وانتشرت، محمد مصطفى بادر بضربة للشيخ الفوزان وافترى عليه كذبا أنه لا يعذر بالجهل. أخطأ في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل. ولولا أنه الشيخ الفوزان لقلت أنه من الخوارج أو المعتدلة. طيب ليه محمد مصطفى قال كده؟ ليه؟ وليه اتهم الفوزان بأنه لا يعذر بالجهل؟ داير يشكك الناس في الشيخ الفوزان عشان ما ياخذوا فتوى الفوزان في محمد مصطفى، تمام؟ فبادر بأنه يتهم الشيخ الفوزان بأنه لا يعذر بالجهل، وجاب له مقطع للشيخ الفوزان بيتكلم فيه عن أناس معينين أو عن حالة معينة. أما قول الشيخ الفوزان في العذر بالجهل فواضح، وله أقوال صريحة في الباب ده كثيرة جدا في كتبه ومنتشرة. كويس. الشيخ الفوزان هذا سوداني مقيم في المملكة يقول: ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟ أما إذا كان في مكان منقطع
ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء عن الإسلام، فهذا يعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويرشده. نعم. طيب نسأل سؤال، ليه محمد مصطفى ما زمان جمع كلام الفوزان إلى بعضه، والكلام الذي أوهم كثير من الناس إنه فيه تكفير وكذا، توهم فيه السرورية، جمع الكلام ده إلى كلام آخر وبين إنه موقف الفوزان بريء تماما من القول بالتكفير؟ طيب ليه ما عمل كده الآن؟ ليه؟ لأنه الشيخ الفوزان تكلم فيه هو وافترى الكذب على الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، افترى عليه الكذب شان يشكك الناس في مكانة الفوزان العلمية وما يأخذ فتوى اللي قال فيه هو.